ديال العام ديال الاحتجاج هو اولا امانديس هذيك تامروا علينا مع اللجنه ديال المراقبه ومع لجنه التتبع وزولوا واحد البند اللي هو اساسي هو البند ديال انه الامانديس في العقده الاولى تتحمل مسؤوليه المتقاعدين والمستخدمين الى حتى ينتهي العقد المفوض. جاون هذا البند هذا هو اللي هو مضت عليه وزاره الداخليه والسلطات الوصيه ولا لجنه التتبع انذاك في 2002 انها كتحمل مسؤوليه زولوا هذا البند وان امانديس بمجرد ما يجوزوا لي زاكتيف امانديس لا تتحمل مسؤوليه التقاعد. هذه نقطة أساسية في تغيير البند. أولا هذا البند حويدوه لأنه أمانديس مقتنعة بأنه بمجرد ما يغزو ليزاكتيف والفلوس ديال لي روتريتي يتخلصوا بهم لو تيكي دونتري غادي يسقطوا في أزمة. عملت الحسنة الراسة. الطريقة باش باغيين يدوزوا بها التقاعد هو أنهم باغيين ياخذوا لو كابيتال ديال المتقاعدين، هذاك الكابيتال ديال كونت روتريت ماشي غير المتقاعدين، المتقاعدين وليزاكتيف. المغرب المبلغ ديالو 420 مليون درهم. هذيك 420 مليون درهم شنو هو النظام اللي كنمشيو به حاليا؟ النظام ديالنا اللي كنمشيو به هو 420 مليون درهم كان جزء منه كنزلوه في عند المؤسسات البنكيه اللي كتعود علينا بالنفع واحد 16 مليون درهم. عندنا المداخل ليزاكتيف حاليا هي 14 مليون درهم ما يسمى ب 30 مليون درهم. زائد المداخل لا ار سي 60 مليون هي كتجي 90 مليون درهم، المصارف ديال المتقاعدين هي 66 مليون، عندنا فائض 24 مليون درهم، هذا هو الوضع الحالي. شنو هو الوضع اللي باغيين يدخلوا فيه؟ الوضع اللي باغيين يدخلوا فيه هما يشبروا ديك 420 مليون درهم كامله ويلوحوها، جزء منها غادي يخلصوا بها باش يكملوا تذكيرات الدخول، وطرف اخر غادي يبداوا يخلصوا به كل سنه واحد جوج مليار درهم باش يقدروا يخلصوا الديون. وعاد اللي بقى غادي يبداو يخلصوا بها المتقاعدين. في هذه الحاله هذه هي هو انهم دابا 3 سنين او 4 سنين غيتلقى ديك القيمه الماليه متسالات وبالتالي غادي يبقى مصير ديال المتقاعدين مجهول. هذا هو الوضع الحالي. الاولاني مع العمده من بعد ما خرج واحد المقال كيطرح هذا المشكل هذا هو. سمع معنا السيد العمده قال هو ما مطلعش على هذا الملف وكذا وخصكم تمشيو تجتمعوا مع بعضياتكم مع لجنه المراقبه. ولا لجنه المراقبه هي اللي غادي جاونا لجنه المراقبه المقاربه في الاجتماع اللي عملنا بالحضور ديال المدير العام وبالحدود ديال كليمو واحد الفرنسي اللي مكلف بهذا الشيء هذا هو وبالحدود السيده المكلفه بالمراقبه هنايا بشرى الادريسي كانوا كيعطيونا المقاربه غير ديزاكتيف ما كيبغيوش يطرحوا المشكل التقاعد وكيعتبروا كل شيء كونفيدونسيال كاننا احنا كنبيعوا الحشيش ما كيقولوش ما كيعطيكوش الحقائق. الاجتماع الاول قال لك اسيدي نعملوا محضر قالوا لا ما نعملوش محضر حنا ما عندناش الصلاحيه المحضر. من بعد الاجتماع الثاني كان مع نائب رئيس العمده عاود نفس المقاربه كيعملوا المقاربه غير ديال ليزاكتيف غير خصهم يدوزوا ويدوا الفلوس. الاجتماع الثالث كان مع ما وصلنا لا ما عملنا حتى شي اتفاق لا لا السيد الرئيس عطى ضمانات كيلتزم قال لك كنلتزموا يعني غادي نلتزموا بس ديك البوند اللي كيتعلق بعدم تحمل المسؤوليه اننا نغيروه. هذا اعتراف رسمي مكتوب عندي بانه كاين هناك في الاتفاقيه غيروا البوند اللي كيحمل المسؤوليه الامانديس. اللجنة كتفرج متقاعد كيتحرج الفساد ها هو والسلطة في هذا الموضوع لأن هذا الموضوع اليوم أصبح من كيشغل البال ديال النشطاء لأن تم بواحد الطريقة باغيين يفوتوا هذا الموضوع بواحد الطريقة غامضة ما كاينش ما تمش الإشراك ديالنا حنا كممثلين ديال العمال لما حسوا بأن عملوا مشاو في واحد الطريق اللي غير صحيح بالنسبه لنا عاد تم استدعاء ديالنا واحد مجموعه اللقاءات اللي هي انا اعتبرها صوريه
ما كنتش بصح كتدرس الصميم الموضوع ديال اللي كيضرب، لان حنا جود البنود اللي كيهم على ان لما يتم التفويت يتم بواحد الطريقه اللي كيكتب يضمننا الحقوق ديالنا، في حين انه كاين تراجع عن المكتسبات. مثلا تسمى الاقدميه كانت 2.5، اليوم رجعت 2. العدد الاطفال اللي كيتم الاحتساب ديالهم ان ما غيبقاش يتم الاحتساب الاطفال. الاقدميه السن ديال 55، الناس اللي كيشتغلوا في الميادين كان القانون الاساسي كيسمح لهم يغادروا ب 55، اليوم ما اصبحش عندهم الحق. هذيك الاجتماعات اللي دارت مع سواء مع الاداره ولا مع العمده ولا اللجنه التتبع لم نلمس ان كاين شي جديه في نفس الاقتراحات، نفس الكلام. لما كندخلوا معاهم حنا في الصميم يدخلوا لنا يعطيونا التوضيحات ويعطيونا الاوراق، يهضروا على ان لا هذا كونفيدونسيال. حنا كشريك اجتماعي كنمثلوا العمال، الدستور كيعطينا الصلاحيه ان التوصل الى المعلومه. ونزيدك كذلك داخل المؤسسه كاين واحد النوع ديال الشرخ، واحد التفريقه، شي في سي اس ار، شي اركار، شي في سي دي اي، اللي هو جاهل تار التقاعد ديالو، ما عندوش حتى شي فكره عليه. ولهذا ما يمكنش حنا نسكتوا اليوم. اليوم حنا كنخرجوا وغادي نخرجوا، هذه اليوم غير انطلاقه، وبغينا نعطيو اشاره على ان حنا ما نسكتوش. هذا حق ديالنا مكتسب، ان الناس فدات كل الحياه ديالها في خدمه المدينه والوطن، ويجي اليوم يقرر المصير ديالهم واحد السيد اللي بعيد على 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 الاشكال والاتعاب ديالها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصفتي ككاتب عام الاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشرب قصر كبير، يعني جئنا واحد التلة من الاخوان المتقاعدين، جئنا لنناصر اخواننا في مدينه طنجه في الحق ديالهم المشروع. ولا لان كيف يعقل على ان المتقاعد قضى حياته كامله، كاين اللي 40 كاين 38 كذا، والان في نهايه المرحله الاخيره من الحياه ديالو غيبقى غير مطمئن على المعاش ديالو، لان هنا هما باغيين يدوزوا الناس اللي هما اكتيف بواحد الشروط مجحفه، وغادي يسمحوا في المتقاعدين، وغادي الدوله بعد يقول لك ما عندنا باش نخلصوا. كيف يعقل الانسان اللي خدم هذه البلاد واللي خدم هذا الوطن، يعني في نهايه الحياه ديالو يجب ان يكرم؟ علاش انت كتشوف العجزه وكتشوف المرضى وكاين الناس اللي ما يجيب رجل واحد، وهو لا يطمئن على المصير ديالو ولا يطمئن على التقاعد ديالو، غدا له بعد يقول له ما جبرناش باش نخلصوا، هذا ماشي معقول. كيف ما كتعرفوا بان هذا الصندوق ديال التقاعد فيه واحد النسبه، واحد العدد ديال الفلوس اللي خديناهم، يعني خدتهم من إدارة ديال النقابة، من اللي جاو أمانديس، الجماعات اللي دازوا ساهموا في هذا الصندوق هذا، وصلنا لواحد العدد كيفوت 420 مليون ديال الدرهم، يعني 42 مليار ديال السنتيم. دابا هاد الناس هادو اللي غادي يدوزوا لهذا الصندوق الجديد ديال التقاعد شنو داروا؟ يعني عطات الجهه المفوضه، عطات يعني الصلاحيه للمفوض له باش ياخذ واحد الكريدي، ولكن غادي ياخذ الكريدي بصفته وسيط، يعني هو ما كيتقاش المفوض له، لا هو ولا فيوليا ما كيتقاسوش، يعني الحسابات ديالهم اللي يوقع شي مشكل غادي يمشيو لهذا صندوق التقاعد اللي فيه هاد سميتو المبلغ اللي قلت، وغادي يتعامل عليه لاسيزي، يعني غيترهن هذا الصندوق هذا غيترهن. ومن ناحيه ديال السيميلاسيون اللي داروا كتبان بان غادي يدوز واحد، على حساب القول ديالهم هما كيقولوا غادي يدوز واحد 5 سنين 6 سنين هذاك الصندوق ديال داك النسبه، يعني داك الفلوس اللي كاينين غادي يتكلوا، غادي يوصلوا لواحد المستوى اللي هو هابط بزاف. وحنا كنتخوفوا من هذه المساله، هذه كنتخوفوا لانه غدا يمكن المتقاعد ما لقاش باش يتخلص.